يعطيك العافية معلم. على راسي والله. إن شاء الله تصلح كل شيء. آه كله تمام كله تمام على كيف كيفك. حلو قديش حسابنا؟ خليني أحسب لك يعني شيء 250 ساتوشي. ما بيشتغل معه؟ ده بتاع الإثيريوم. إثيريوم والله شو بعرفني معلم إثيريوم. شو أنا بشتغل على الساتوشي. خلاص على كل احوال انا حجزتك عن طريق الجيك 9. حلو جيك 9 والله احلى ابلكيشن والله ناخذ شغل منه فيه. تم التحويل. شكرا كثير على خدماتك. لا معلم وسهلا فيك. تحياتي لكل متابعين قناة بيتكوين بالعربي واهلا وسهلا فيكم ب اي سي او جديدة سبونسرد على قناتنا بيتكوين بالعربي. بنحكي فيها عن تفاصيل هذه الاي سي او. الاي سي او تنا اسمها جيج 9 وتعنى بالدمج بين عالمين البلوك تشين والارتباط بين الحرفيين والطالبين خدمات معينة. فاي شخص عنده موهبة معينة او حرفة معينة بيقدر يقدمها بالربط مع أي شخص عم يبحث عن هذه الخدمة، وبالتالي كلهم بيندمجوا عن طريق جيج 9 أبليكيشن وبتم الدفع بعملة جيج 9. طبعا اذا كنت اسمه مشترك قناتنا بتمنى تشترك بالقناه، تفعل الجرس مشان يوصلك اول باول كل شيء جديد، ما تنسى انك تعمل شير ولايك وكومنت مشان تدخل بسحبنا الاسبوعي على $50. حط عنوان محفظتك للإثيريوم بالتعليق مشان ابعث لك الإثيريومات. شباب في موضوع حاب احكيكم فيه بكل شفافيه. نحن لما بنطرح مشروع بنشرح مشروع اي سي او بهيدي السلسله، ما الهدف منا فقط انك انت نطرح عليك فكره استثماريه وانت تقيمها اذا بدك تستثمر او لا، وانما ايضا انك تقدر نعطيك الفرصة انك تفهم البلوك تشين من منظور مختلف. تمام؟ لانه لحتى تقدر تفهم بعمق شو هي تكنولوجيا البلوك تشين وليش نستخدم العملات الرقمية وليش نحن بحاجة لها، مضطر انك تشوفها من كذا منظور لحتى ترسخ بشكل احسن. تمام؟ الكل بيفكر انه فهمان شو هي البلوك تشين، بس للأسف ما حدا فهمان شو هي البلوك تشين بشكل حقيقي. لذلك كل ما تكررت المعلومة بطريقة أخرى بمشروع عملي، لهيك نحن نطرح اي سي اوات. الاي سي اوات هي عبارة عن تطبيق عملي ل او خلينا نقول دمج بين العالم الواقعي دمجه مع افكار البلوك تشين. فانت رح تشوف هذا كل مره من منظور مختلف، فرح تفهم اكثر ورح تترسخ الفكرة اكثر. ونحن دائما لما بنطرح عملة دائما إذا مثل ما ملاحظين بيكون الأفكار مختلفة، نطرحها بطريقة مميزة، بيكون الشكل ظريف والمضمون مميز ومنمرق معلومات مفيدة بقلبها. فدائما متابعة هذه الفيديوهات رح تكون مفيدة لإلك. إذن شو هي ببساطة مشروع جيج 9؟ جيج 9 مثل ما حكينا أنه هي أي شخص عنده موهبة أو عنده حرفة معينة، خلينا نقول أشخاص مثلاً بتعرف تصلح إشياء بالبيت، أشخاص بتعرف فينا تقضي وقت، مثلاً تقضي وقت مع كبار بالسن، تقضي وقت مع كلاب، شو من كان وقت هي تعطي وقت. في أشخاص مثلاً عنده موهبة تعليم تدريس whatever. تمام؟ شو ما كان موهبته لهذا الشخص بينزل إعلان بيطرح بيقول انه بهذا الاب انه هو عنده هيدي الموهبه. بيكون في اشخاص عم يدور على هيدي الخدمه. تمام؟ في اشخاص بدها اشخاص تعلم ولادها، في اشخاص بدها اشخاص تطلع الكلاب مشوار، في اشخاص بدها اشخاص ترعى كبار بالسن، تصلح اشياء جوا البيت، شو ما كانت. تمام؟ بيدور جوا الابلكيشن، فالابلكيشن اللي هو الجيج 9 بيبحث جغرافيا بطابق شو بفرجيك شو اقرب الاشخاص اللي بيقدموا هي الخدمه عليك. تمام؟ وفيك تشوف كتير معلومات عنهم بناء على انه هي مبنية على البلوك تشين. رح نفهم هلأ شو ميزة البلوك تشين بهيك نوع من انواع المشاريع. إذن ليش بدنا بلوك تشين بهيك نوع من انواع المشاريع؟ حقيقة الشيء الرئيسي اللي بيفيدنا البلوك تشين هون هو موضوع الثقة. اجمالا احنا ما عندنا ثقة اذا بدنا نستأجر أي شخص يعمل شغل بأنه قديش مهارة هذا الشخص أو هل هو فعلا شاطر ولا لا. تمام؟ ومواقع مثل هيدا التقييم الموجود عليها هو تقييم مركزي، يعني ممكن هاي السلطة المركزية اللي هنا صاحبين الموقع اللي هنا يغيروا هذا التقييم كيف ما بدهم. تمام؟ لأنه هي موجودة على الداتابيز اللي لهم. تمام؟ على قاعدة البيانات اللي لهم.
لذلك هون بيجي دور البلوكتشين. البلوكتشين رح يلعب دور الشفافية، رح يلعب دور الثقة. يعني كل شيء رح ينكتب على هذا الموقع رح ينكتب على البلوكتشين، طبعا هي مبنية على الإثيريوم، ورح يكون مثلا شخص عمل شغل وخلصه، وانت بدك تقيم هذا الشخص وقول كيف أداؤه كان، تكتب ريفيو تعليق وتحط مثلا كم نجمة خلينا نقول، وهذا الشيء بينكتب على البلوكتشين. اذا ما حدا بقى بيقدر يغيره في العالم. اوكي، هاي نقطه كتير مهمه، لانك انت بعدين لما بتقارن بين 3-4 اشخاص فانت متاكد انه المعلومات مكتوبه صحيحه، فانت فعليا متاكد انه رفعت نسبه الثقه كتير بشكل كتير كبير. موضوع تاني هو موضوع هن مستخدمينه، هو دمج موضوع الجي بي اس. يعني فعليا انت اي شخص بتطلبه للخدمه معينه فيك تشوفه على الجي بي اس وين صار، هل هو اجى لعندك تاخر ما تاخر شو بصير فيه. وبنفس الوقت اذا كانت نوع الخدمه بيتطلب جي بي اس فهي موجوده. يعني مثلا اذا شخص طلع مثلا الكلاب عندك مشوار، او شخص مثلا المفروض يروح يصلح مثلا سياره ويرجع بس مثلا، او يودي طلبيه معينه، يعني انت كل شيء فيك تراقبه على الجي بي اس على الخريطه وتشوف تماما شو عم يصير. طبعا طريقة الدفع المفضلة ضمن هذا الابليكيشن هي بعملتون، وإنما لح يسمحوا إنه يكون دفع بأي عملة تانية كمان موجودة. هلا خلونا نشوف على الموقع شو هي اقتصاديات هذه العملة وخارطة الطريق لإلهم والفريق. لكل حابب يشوف المعلومات بالعربي فينا نروح على documents one pager هون، نروح على العربي بفتح لك هيدي الصفحة. الفكرة كتير حلوة وواضحة هون، فيك تشرح شوف شو المشاكل الموجودة حاليا بالسوق بهيدا النوع من السوق، تمام، وشو الحل اللي مقدمينه هنن. هون بيشرحوا شوي كيف بيشتغل استخدام التطبيق، بس كل الأفكار نفسها شرحتها أنا. وفيك تتابع هون كل المعلومات عن هاي الICO. مثل ما لاحظين انه المشروع مشارك حقيقة بمجموعة كبيرة من المعارض، من الكونسنسز الأخير تبع 2018، من بلوكتشين اكسبو جلوبال بزنس شو. الحقيقة في مجموعة من هذا، يعني كويس هذا الشيء، يعني تيم قوي شغال. بنيجي للتوكن الوكيشن، يعني هو اقتصاديات العملة. الحقيقة هذه شغلة كتير كويسة انه هن مخصصين 82% للبيع، فالاغلبية التوكنز اللي حتروح للعالم، في 5% للتيم بس للفريق، و12 للمؤسسين، و1% بس للتسويق. رح يتم إنتاج 268 مليون توكن، هذا رقم مقبول كتير وما كبير أبدا، ورح ينطرح بالبداية 219 مليون للتداول. هدفهم الأقصى بأنه يجمعوا 37 ألف إثيريوم، والحد الأدنى 3000. طبعا هنا أوريدي جمعوا الحد الأدنى. طبعا أقل اشتراك فين الواحد هلأ يشترك بهذه الـ ICO هو 0.1 إثيريوم. طبعا نحن هنا عندهم بتجي مع الكمية، يعني كل ما نباع نسبة معينة من الإثيريوم بتنقص البونص، تمام؟ نحن هلأ بالبلوك واحد اللي هو 36%، اللي بعده بصير 30%، اللي بعده بصير 26%، وهكذا بتضل تتناقص لحتى ينعدم البونص. فهلأ بونص كويس لإذا واحد يدخل. هلأ من ناحية الفريق هنا مقصبينهم بطريقة انه اول شيء حاطين كل متخرجين من جامعة اوكسفورد البريطانية. في عندهم 8 اشخاص بالتيم متخرجين من جامعة اوكسفورد، منهم المؤسسة والمديرة العامة اللي هي ميشا مالك. عندهم حقيقة اختصاصات متنوعة، انترنت الاشياء، بزنس ستراتيجي، مستشارين للكراود فاندينج لجمع الاموال، مستشارين فينتك، حقيقة في كتير سمارت كونتراكت، العقود الذكية هون كمان عنا نوع كمستثمرين. يعني في كتير حقيقة تنوع باختصاصات، كلهم عندهم حسابات لينكدين مرتبة جدا. الفريق التنفيذي كمان في عندهم كل شيء، عندهم شخص مختص بالAI ماشين ليرنينج، تمام، بدهم ذكاء صناعي أكيد بهذا الابليكيشن. ماركتينج عندهم، يعني تخيل فريق كافي لحتى يكون قادر انه يقوم بهذا الشغل. بس عندهم يمكن نقص، عندهم واحد فقط واحد ديفلوبر للبلوكتشين. هلا من ناحية البلوكتشين كافي،
بس الظاهر انهم متعاقدين مع شركة لتعملون الابليكيشن لإلهم، وعندهم 4 ادفايزرز، واحد بمجال البلوك تشين، واحد بالامور القانونية للاي سي او، وفينتك وشي تاني. هلا احكي على الايردروب، ان عندهم كمان ايردروب رح احكي عليها، يعني بيوزعوا فيها توكنز لقاء مهام معينه. بس خليني قبل نشوف كيف رح نسجل بالاي سي او. بتاخذ ريجستر من هون، طبعا بتاخذ الرابط اللي تحت الفيديو، بياخذك على هي الصفحه، بتروح على ريجستر من هون او بتروح على جوين كراود سيل ناو. خلينا ناخذ ريجستر، بيفتح لك القائمه وبتعبي معلوماتك. هلا بعد ما تكون سجلتوا بتفوتوا على لوج ان، دخل ايميلك والباسورد، I'm not a robot. Sign in. هون بتنقي اي عملة بدك تشتري فيها، ايثيريوم، بيتكوين ولا لايتكوين. خلينا نقول مثلا ايثيريوم، بتحط هون عنوان الادرس اللي بدك تبعت منه، تمام؟ فما هو مثلا عنوان محفظتك الايثيريوم او الميتا ماسك او whatever الايثيريوم، بتحطها هون، بتعمل submit ايثيريوم ادرس. اذا بعد ما تعمل submit للادرس الايثيريوم بيفتح لك هيدا اللي هو عنوان الايثيريوم اللي بدك تبعت عليه لحتى تشترك بالتوكن. فبتروح على الماي ايثر والت اللي لك وبتبعت على هيدا الادرس او على الميتا ماسك، كونه عن جديد عملنا فيديو على الميتا ماسك، في كمان تبعت على هيدا الادرس. بعدين بينصحوك انه تحط الجاز ليميت من تحت 150,000، والجاز برايس مثل ما بتعرف انا علمتكم كيف تطلعوه لما حكيت على الفيديوهين الماضيين، خاصة الفيديو تبع الديدكس ديسنترلايز اكستشينج. اذا هاي هي عملية الشراء. إذا تشوف الايردروب، نروح على الايردروب من هون وبدخل إيميلك ومحفظة الإثيريوم، عفوا اسمك، محفظة الإثيريوم وإيميلك، بتعمل انتر. بعد ما تفوت بيطلع لك شو المهام اللي فيك تعملها وتربح منها نقاط وتوكنز. فإذا عملتلهم لايك على الفيسبوك، عملتلهم فولو على تويتر، انستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب شانل، أو دعيت صديق، دعيت شخص، حتى فيك تدعي أصدقائك وتأخذ نقاط كمان عليها. إذا هيك كانت أسئلتنا اليوم، شكرا كثير لوقتكم، بتمنى تكونوا استفدتوا المعلومات انطرحت بهذا الفيديو، بتمنى أنكم تعملوا شير مع كل الأشخاص المهتمين، ومثل العادة نحن بنشرح ونوضح وأنت بتقرر. سلام.